مفيش انيستا مفيش مشكله، هو ده شعار المرحله. السكوما سكاموش احنا ما يهمنوش، هو ده شعارنا. بيدري جونزاليس، انيستا الجديد ومايسترو وسط برشلونه، الفنان والمبدع والساحر واللي مؤخرا بقى معشوق الجماهير، مراوغات، اهداف حاسمه، اسطى خط النص بصحيح. ما علينا، انت تعرف بيدري برشلونه، بس ايه رايك بقى لو تعرف حكايه بيدري من الاول خالص لحد دلوقتي؟ هو ده اللي انا جاي اقوله لك. اولا وقبل ما نخش في اي حاجه، بيدري ما اسموش بيدري، دي بدايه القصيده. هو اسمه الحقيقي بيدرو جونزاليس لوبيز، بيدرو جونزاليس لوبيز، واللي اطلق عليه لقب بيدري هم جماهير لاس بالماس، لان كان في لاعب تاني في الفريق اسمه بيدرو، فقرروا يطلقوا عليه بيدري لان جسمه صغير جدا وخفيف، وكان ساعتها عنده 16 سنه، اسم دلع يعني. حكايته مع برشلونه بدات قبل ما يتولد، وما تخافش ده مش تاثير الصيام، دي حقيقه. عيله بيدري بالكامل بتشجع برشلونه بتعصب من اول جده، واللي اسس رابطه مشجعي برشلونه في تينيريفي، ودي الجزيره اللي اتولد فيها بيدري واللي عمرك ما هتروحها. ابوه كمان من درويش برشلونه، لدرجه ان اطباق الاكل كان عليها شعار النادي، وكان عنده كل قمصان برشلونه، وعلم النادي متعلق في كل حته في البيت، وكان عنده اصرار ان ابنه يطلع لاعب كوره، ومش اي لاعب، لازم يلعب في برشلونه، وكمان يلعب في نفس مركز مايكل لاودروب، وده اسطوره الدنمارك اللي كان بيلعب في برشلونه وكان خط وسط مهاجم، يا سبحان الله. بدري كان طفل موهوب في لعب الكوره، وكان اكتر مما كان ابوه متخيل كمان. انضم لناشئين نادي جيوفنتد لاجونا، ما اعرفش بيجيبوا الاسماء دي منين، المهم وتالق معاهم بشكل ملفت، والملفت ده لفت نظر نادي لاس بالماس، واللي تعاقد معاه بعقد لمده 4 سنين، وصعده للفريق الاول في السنه الثانيه، وراح برشلونه في السنه الثالثه، الايام بتجري والله. بس هنا لازم تعرف ان بدري صعد الفريق الاول للاس بالماس وهو عنده 16 سنه بس، وقت ما كنت انت في اولى ثانوي كان بدري بيصنع مجد، وكان رهان كبير من المدرب بيبي ميل، واللي كان شايف ان بدري ده لاعب ما بيتكررش كتير في الكوره. المهم وقبل حكايه برشلونه، في حكايه تاني كده على الهامش، ان بدري اترفض في ريال مدريد وبرشلونه وفالنسيا. بص يا سيدي، بدري عرض نفسه على اكاديميه ريال مدريد لان برشلونه ما كانش مهتم باللاعب اصلا، وفعلا راح حضر الاختبارات، لكن في واحد ابن حلال بريز بيدور عليه علشان يرفضه، قال له انه دون المستوى ولا يصلح، وده الشخص اللي بدري شكره لما راح برشلونه وقال حابب اشكر الشخص اللي رفضني في ريال مدريد، انا دلوقتي بلعب في النادي اللي كنت بحلم بيه. يا سلام. بعدها خد بعضه وطلع على اختبارات فالنسيا، وبرضه في واحد ابن حلال تاني قال له نفس الكلمتين، بس ده بيتر ليم بيدور عليه علشان يرقيه لانه هيخرب فالنسيا اسرع منه. المهم هو كان ليه نصيب يلعب في برشلونه، ودلوقتي انت هتقول لي ثواني يا عم، هو انت مش قلت انه اترفض في برشلونه؟ هقول لك بحبك وانت مركز، بس بطل لماضه واستنى للاخر. شكرا اتفضل. برشلونه كان عنده مدير رياضي وكشاف مواهب محترم اسمه رامون بلانيس، ده الشخص اللي كان بيتابع بيتري من بدري واصر على انه يضمه في الفريق في الوقت اللي الشامخ بارتيميو كان رافض الموضوع، وده بيريز ما بيدورش عليه لان تقريبا هو اللي كان معينه. في النهايه بارتيميو اقتنع لان سعر اللاعب كان 5 مليون يورو بس، ولاس بالماس وافق انه يخلي ال 15 مليون الباقيين على هيئه مكافئه، يعني بدري يكلف برشلونه 20 مليون يورو بس. ما علينا، بدري كان منضم علشان يلعب في برشلونه بي، لكن في مره اتصعد علشان يتدرب مع الفريق الاول، وهنا كومان قال والله ما انت نازل تاني، وصعده للفريق الاول ولعبه كمان، وفعلا بدري بدا يلفت الانظار بقوه للدرجه اللي خلت بايرن ميونخ يقدم 45 مليون يورو كاش لضمه، وعلى الرغم من ان اخينا كان بيفكر، لكن رامون بلانيس فاكرينه رفض بشكل قاطع، وكومان كان من نفس راي بلانيس، وواضح ان الاثنين كان معاهم حق، لان بنهايه الموسم بدري لعب اكتر من 70 مباراه بعد ما لعب مع برشلونه ومنتخب اسبانيا في اليورو ومنتخب اسبانيا بالاولمبياد، لحد ما ده كان شكله، ورغم انه اتصاب فتره طويله بدايه الموسم الا انه من ساعه ما رجع من الاصابه وهو واحد من اهم اللعيبه وصاحب حل فردي نادر، رجع ذكريات انيستا واللي بدري بيعتبره مثله الاعلى. جمهور برشلونه الصراحه متفائل بيه، وبصراحه كمان معاه حق، لان ببساطه مفيش لاعب وسط في العالم قدر يقدم اللي قدمه بيدري ده وهو لسه عنده 19 سنه، يعني وانت مزنوق بين محاضرات وكويزات وعملي ونظري وكراش مش معبرك، بيدري كان بيصنع مجد برضه، وهي دي بقى حكايه بيدري جونزاليس.